خلينا نروح لموضوع اخير الحقيقه قبل ما استقبل ضيفي الاول النهارده. في ازمات كبيره جدا بتواجه الموسم اللي جاي من قبل ما يبدا، اهمها الارتباطات الحقيقه اللي ستواجه رابطه الانديه واتحاد الكوره، وهم دول الجهتين اللي مسؤولين عن تنظيم المسابقات. ولكن قبل كل شيء عايز افكر حضراتكم ان اتحاد الكوره قرر تاجيل مباريات نصف نهائي كاس مصر الحالي للنادي الاهلي النهارده تغلى فيه على الداخليه، اللي تاهل فيه الزمالك وامبي وبيراميدز، وينتظر احد الفريقين النادي الاهلي او النادي المصري للموسم الجديد. حواري لحضراتكم الارتباطات بتاعت الموسم اللي جاي، مشاركه النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز وفيوتشر في البطولات الافريقيه، مشاركه النادي الاهلي في السوبر ليج الافريقي، مباراة السوبر الإفريقي للنادي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري، مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، تصفيات كأس العالم منتخب مصر طبعا وتوقفات المنتخب الوطني، بطولة كأس الأمم الأفريقية بدأ من 2024، وفوق كل ده رابطة الأندية واتحاد الكرة عايزين يلعبوا البطولات الآتية فوق اللي أنا اتكلمت عنها دي: دوري، كأس الموسم اللي هيبقى القديم، كأس الموسم الجديد اللي هو بتاع السنة الجاية، كأس النخبة المكون من أربع فرق في الإمارات، كأس الرابطة، زائد كأس السوبر المصري بشكله الطبيعي. حتى الآن لم يقرر اتحاد كرة القدم إلغائه ولا لأ، ويؤكد إن كأس السوبر بطولة منفصلة عن كأس النخبة. والله العظيم هو ده. هفكر حضراتكم بحاجة وأنا قلتها هنا، أكيد فاكرين لما شرحت لحضراتكم السنة اللي فاتت أو يعني سوري الأسبوع اللي فات البنود لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، إن بطولة السوبر تحديدا ما ينفعش تغييرها إلا لو عملت جمعية عمومية وعدلت اللائحة اللي بتنص على إن السوبر مباراة بين بطل الدوري وبطل الكاس، يجب إن أنت تعمل عشان تغيرها فلازم تعمل جمعية عمومية، وده ما حصلش ومش هيحصل. فدلوقتي اتحاد الكرة عنده مشكلتين، المشكلتين هو اللي صنعهم بنفسه، ودلوقتي بيحاول يتحايل على اللائحة. وهشرح لحضراتكم وياريت محدش ينزعج من الكلام اللي أنا هقوله، لأنه هو كلام حقيقي والحقيقة دايما بتبقى مزعجة شوية. عشان حضراتكم تبقى الصورة واضحة، بطولة السوبر اللي هي القديمة يعني اللي هي ماتش واحد ما بين بطل الكاس وبطل الدوري موجودة في لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم. واتحاد كرة القدم عشان يعدل اللائحة ويعملها بطولة نخبة أو يغير اسمها تبقى أربع فرق أو عشر فرق زي ما اتحاد كرة القدم عايز، لازم يعدل اللائحة. طيب كيفية تعديل اللائحة؟ عن طريق الدعوة لعقد جمعية عمومية، ويكون في بنودها تعديل اللائحة فيما يتعلق بماتش السوبر أو بطولة السوبر. واتحاد كرة القدم في مأزق. وبعدين أنا ليه بقول الكلام ده؟ أنا بقول الكلام ده لأنه في حاجات غير قانونية بعيدا عن اللائحة خالص يعني بتتعمل علشان ترضي فرق معينة، تلعب السوبر، تلعب النخبة، تلعب البخبة، تلعب أي كلام بقى اللي أنتوا عايزين تسموها زي ما تسموها زي ما أنتوا عايزين، عايزين تسموها سوسو ماشي ما عنديش مشكلة. تغاضينا عن العقوبة وأصل العقوبة نامت والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. فتخيل حضرتك إن كل ده بيحصل علشان مجرد إن أنت تعمل أو ترضي نادي بعينه. طيب هل حضرتك هتعمل جمعية عمومية وتطلب تغيير اسم السوبر؟ اتحاد الكرة في مأزق، خصوصا بعد الخناقة اللي حصلت ما بين أحد أعضاء المجلس يوم الاثنين اللي فات في مقر الجبلية مع أحد رؤساء أندية الدرجة الثانية الحقيقة. يعني ما كانتش لطيفة، كان فيها سب وقذف واشتباك والحقيقة كانت حاجة يعني سيئة جدا. والخناقه دي تحديدا تسببت في غضب عدد كبير جدا من الانديه اللي بدات تطالب بعقد جمعيه عموميه لسحب الثقه من الاتحاد. وعايز اقول لحضراتكم حاجه، بعض الانديه هتروح مقر الاتحاد خلال اليومين اللي جايين وهتقدم طلب رسمي لعقد جمعيه عموميه غير عاديه لسحب الثقه
من المجلس الحالي. ماليش دعوة نجحت أو فشلت، أنا دي مش مشكلتي، أنا بشرح لحضراتكم الموقف عشان هنحتاج التفاصيل دي في اللي جاي. على الجانب الآخر ده موقف الأندية، على الجانب الآخر اتحاد كرة القدم أعلن في بيانه إن مفيش جمعية عمومية، وده الكلام الرسمي. ولكن أنا بقول لحضرتك هنا ومن مصادري الخاصة، بقول لحضراتكم إن يوم الثلاث اللي جاي، أنا بقول بحدد الميعاد أهو، يوم الثلاث اللي جاي في أندية هتروح اتحاد كرة القدم للمطالبة بعقد جمعية عمومية جديدة لسحب الثقة من اتحاد كرة القدم، وده انفراد لينا هنا في البيت الكبير. وأنا بقول لحضراتكم إيه اللي هيحصل يوم الثلاث اللي جاي. فدلوقتي اتحاد كرة القدم قاعد يفكر ويفكر ثم يفكر ويقول أنا لو عدلت اللائحة هبقى مضطر أعقد جمعية عمومية، وفي أندية عايزة تسحب مني الثقة. طبعا بكره هيحصل اتصالات وهيحصل كلام كتير عشان الانديه ما تروحش قبل يوم الثلاث، ولكن اللي انا بقوله لحضراتكم ده لغايه اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي، يعني ممكن من بعد الكلمتين اللي انا بقولهم دول تلاقوا بقى في اتصالات بدات تتحرك وكلام من هذا القبيل. لو عدلت اتحاد الكره يقول ايه بقى؟ لو عدلت اللائحه يبقى معنى كده ان البطوله هعملها باربع فرق، وده معناه ان هي هتبقى البطوله القديمه، يعني هتبقى بطوله السوبر ولكن باربع فرق. طب بطولة السوبر كان هناك فريق انسحب اللي هو الزمالك اللي هي السوبر اللي فات، يبقى لازم اعاقبه، بس انا مش ناوي اعاقبه. هنا بقى كانت اللعبة الجديدة، اتحاد كرة القدم قال انا هستحدث بطولة جديدة نسميها النخبة، وهيكون في نظامها ان في فريق يتم دعوته من اتحاد كرة القدم او من الرابطة. عارفين ليه يتم دعوته؟ عشان لو الفريق ده مش واخد اي بطولة يلاقوا مخرج يحطوا بيه مع ابطال الكاس والدوري وكأس الرابطة. المهم يعني ان البطولة الجديدة دي ملهاش اي علاقة بالقديمة، وده اللي اتحاد كرة القدم بيحاول يروج ليه خلال هذه الفترة. طب ليه اتحاد كرة القدم عايز يلغي بطولة السوبر القديمة؟ لانه لازم يعدل اللائحة ويشيلها، يشيل بطولة السوبر القديمة منها، وهو خايف دلوقتي يعمل جمعية عمومية إلا الأندية تسحب الثقة منه، ولو ما لعبهاش يبقى تنازل بإرادته عن بطولة من حق الاتحاد وبتدخل له إيرادات، وبالتالي يقع تحت طائلة إهدار المال العام. أنا ظهري للحيطة ووشي للبحر. شفتوا حضراتكم الدنيا ماشية إزاي في اتحاد كرة القدم؟ أنا بس حكيت القصة، أنا ما بقولش رأيي بالمناسبة، أنا لست مع ولا ضد، أنا بحكي لحضراتكم ليه الناس في اتحاد الكرة بتفكر بهذا الشكل، ليه بطولة النخبة بطولة حلوة على فكرة وما فيش أي مشكلة فيها، ولكن أنا هنا بتكلم عن موقف اتحاد كرة القدم بيعمله علشان اللخبطة اللي هو فيها. وأنا هنا عايز أنصح اتحاد كرة القدم، اقعدوا مع جمعيتكم العمومية، شوفوا مشاكلهم إيه وحاولوا تحلوها بشكل ودي، وامشوا وجهة نظري ان انتوا تمشوا على اللوائح بعيدا عن المجاملات، المنسحب تطبق عليه اللائحة. احنا كل يوم بقينا نسمع النخبة المخبة توتو الكلام اللي حضراتكم سامعينه ده، لان الرابطة بتقول انها كل الناس عايزة تعظم من مدخلياتها. هنشوف ايه اللي هيحصل في هذه الامور، ولكن انا حكيت لحضرتك اهو اللي قاعد قدامي سمع الموضوع يبتدي يفكر فيه من كل الجهات. امتى؟ حتى بقى دلوقتي ممكن نقعد بينا وبين بعض كده نقول طب هل في وقت اللي نتعمل بطولات اخرى؟ اذا كان الدوري هينطلق في منتصف سبتمبر بيتقال كده وينتهي في يونيو 24. اسمع حاجات كتيره جدا. طيب على الجانب الآخر اتحاد كرة القدم من يومين أعلن عن مؤتمر تاني لفيتور ميلو بيريرا الخبير البرتغالي رئيس لجنة الحكام، قال هيتكلم فيه عن الفترة السابقة والتطوير اللي هيحصل في الفترة اللي جاية. واللي أنا عرفته إن هذا المؤتمر سيتم تأجيله. ليه؟
لان الحكام عندها مشاكل كثيره جدا جدا، واعتقد ان في بعض الحكام بكره وبعده او بكره هتروح في وقت اللي كان من المفترض هيتعمل فيه المؤتمر الصحفي، علشان لهم مستحقات كثيره في اتحاد كره القدم، فالناس عايزه فلوسها. فعشان كده تم تاجيل المؤتمر، وهو بيقول يعني اتحاد كره القدم ان هو اجل المؤتمر علشان هيتعمل بعد انتهاء مباريات دور الثمانية في كاس مصر. ولكن على اتحاد كرة القدم أن يواجه مشكلاته، أن يواجه أعضاء جمعيته العمومية، على اتحاد كرة القدم أن يواجه الحكام على عدم صرف مستحقاتهم اللي وصلت ل 28 مليون جنيه عن الموسم السابق، وغضب بعض الحكام بسبب عدم العدالة في توزيع المباريات واعتراضهم على سياسات كابتن توفيق السيد. أنا بقول أهو بمنتهى الوضوح، عضو لجنة الحكام والمتحكم الرئيسي في اللجنة. فاتحاد كرة القدم مش لاقي مخرج، وقال للحكام احنا هنبقى نستنى الفلوس أول لما تيجي، فلوس القيد والحاجات دي، ونديلكم منها. ولكن لحد دلوقتي الحقيقة أنا مش عارف كيف سيتصرف اتحاد كرة القدم في أزمة المستحقات.